بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا حاجة اسمها الفيت اوف بيوريفيت، يعني نهاية او مصير البيوريفيت هتوصل لايه، هيدينا ايه ان شاء الله. بيقولك البيوريفيت بيحصل لها ثلاث حاجات، يا اما يحصل ايروبيك جلايكوليسيس، يعني الجلايكوليسيس يحصل في وجود الهواء، فالبيوريفيت اللي هيطلع منه هيحصل له ايه هنشوف. الانيروبيك، ان هنا معناها ايه؟ نفي، لا هوائي، جلايكوليسيس لا هوائي، في عدم وجود الهواء، او الكحول فيرمنتيشن اللي هو تخمير الكحول. هنشوف التلاتة دولت بيحصل فيهم ايه. البيوريفيت بيقولك بيحصل لها احد الثلاث باسويز الاتيه، بيعيد اللي في الصفحه دي، بيقولك الايروبيكالي بيتحول بالهواء لكربون دايوكسيد وميه، في لو كان في هواء. البيوريفيت اخره ومصيره الماده النهائيه اللي هيوصل لها ثاني اكسيد الكربون كربون دايوكسيد، يتصاعد ويتحول لميه، ويد عن طريق الدخول فيا عبر سيتريك اسيد سايكل، اللي هي قلنا ايه لها اسم تاني، تراي كاربوكسيليك اسيد سايكل، لان فيها 3 سي او اتش. السيتريك اسيد اللي هو الموجود في الحمضيات هو ماده فيها 3 كاربوكسيليك اسيد، دي عشان كده اسمها تراي. تراي يعني 3 كاربوكسيليك اسيد، منهم في الهيومن والانيمال سيل. مهم في الهيومن والانيمال سيل لانهم بيتنفسوا الهواء، فيدخل البيوريفيت في عمليه في السيتريك اسيد سايكل وينتهي بالامر الى كربون دايوكسيد وميه. انيروبيكالي بوجود عدم في وجود في عدم وجود الهواء يتحول لللاكتيت، يبقى البيوريفيت يتحول لللاكتيت. بيوريفيت ده استر، يتحول للاستر لاكتيت، اي كلمه نهايتها ايت هي استر. اللاكتيت ده مشتق من اللاكتيك اسيد، اللاكتيك اسيد حمض، اللاكتيت استر بتاع الحمض. ان مصل اصلا اللاكتيت ده موجود في العضلات، اوكي، ان سيرتن مايكرو اورجانيزمز، وكمان مش بس العضلات الانسان، كمان في بعض الايه سيرتن يعني سام مايكرو اورجانيزمز في بعض انواع الكائنات الدقيقه، اوكي. هو كاتب اور وما كملش الكلام. انيروبيكالي برضو بيتحول لإيثانول اللي هو الالكحول، ده إيثانول ده كحول، تخمير الكحول عن في وجود البكتيريا والفنجاي، اوكي. طيب عشان كده انواع صناعة الخمور بتتم بالطريقة ديت، اوكي. بنجيب العنب اللي هو اصلا مادة فيها جلوكوز، والجلوكوز بيحصل له جلايكوليسيس يتحول لبيوريفيت، وبيوريفيت نهايته يتحول الى ايثانول كحول، ويؤدي الى ايه، فقدان العقل، ونسأل الله العفو والعافية. هو طبعا ايه شيء محرم جدا. طيب تعالوا نشوف بعد كده هنا الانيروبيك جلايكوليسيس باث واي، اهو بيعيد الكلام، لكن بقى هنا بقى بيوضح، بيقول لك هنا مش احنا قلنا ان هو بيتحول هنا للاكتيت او ايثانول، كان ممكن يكتب جنبها ويريحنا كده ويقول لك انه يتحول للاكتيت عن طريق اللاكتيت دي هيدروجينيز، ده الانزيم اللي بيحوله، ويتحول للايثانول عن طريق انزيم اسمه ايثانول دي هيدروجينيز، اوكي. ده الكلام دوت في الصفحه اللي بعدها اهو، لخصوها فوق عشان خاطر ما هو بيزود كده صفحات وانت يعني مش عايزه حد يشيل هم، اوكي حبايبي. both pathways use الطريقتين دول بيستخدموا ايه، لازم فيهم طاقة، بيستخدموا الناد اتش، مهم جدا. so only two بينتج عنهم اتنين جزيئين من الاي تي بي لكل جزيء جلوكوز، بير يعني لكل جلوكوز مولكيول. انت حطيتي جلوكوزة واحدة، عنبة واحدة، هتلاقيها حتى لو غطيتيها وكده وحصل لها فيرمنتيشن تلاقيها سخنه لان طلع منها طاقه، كل واحده جلوكوزا يطلع 2 اي تي بي، ماشي. بس هنا بقى مفيش كلام، بس بيقولك في الاريثروسايتس، الكريات الاريثروسايتس هي الار بي سيز يا بنات، نفسها كريات الدم الحمراء، اريثرو باللاتيني يعني احمر، اوكي. كريات الدم الحمراء بيحصل فيها عمليه تخمير الايه، الايروبيك هوائيه، لان الكريات الدم الحمراء قلنا عليها اكسجين، الهيموجلوبين بيحمل، يبقى اندر انيروبيك اللا هوائي زائد الهوائي اللي بيحصل في كريات الدم الحمراء، يبقى ده نوع وده نوع، اللي بيحصل في الحمراء ايه، هوائي ايروبيك، لكن ده انيروبيك لا هوائي. الطريقتين بيتحول فيهم البيوريفيت للاكتيت، يبقى هو اعاده للكلام اللي فوق، السطرين دول اعاده للاول. طب تعالوا نشوف اللاكتيت فيرمنتيشن بيحصل ايه، قلنا اللاكتيت يبقى عن طريق اللاكتيت دي هيدروجينيز، الانزيم اللي هو اهو لاكتيت دي هيدروجينيز، ماذا يفعل، يحول البيوريفيت انتو لاكتيت. الفرق بينهم ده البيوريفيت استر، في مجموعه سي دبل بوند او سي او او سالب، ده البيوريفيت،
عشان كده بنسميه كمان كيتو. اللاكتيت كيتو مش كيتون. ها البيوريفيت يتحول لاكتيت من طريق الانزيم ده ويفقد ناد اتش زي ما قلنا، وينتج جزئين طاقه زي ما قلنا. طب اللاكتيت فرق بينهم في الشكل ايه؟ بزود هنا او اتش، فك الرابطه ديت يكسرها ويحط لك او اتش بس. اوكي ده الفرق بينهم. بيقول لك نوت يوز اول ناد اتش ريدوسينج، هو عامل اختزال فبيحصل في بيقول لك بنستخدم كل الكميه اللي طلعت لنا من الطاقه بنستخدمها في التحويل الى لاكتيت بس، مش مهمه برضو الحته دي. طب اهميه اللاكتيت فيرمنتيشن ايه اهميته في الحياه وفي الميديكال؟ هيلب يساعد ان الجلايكوليسيس باي يوزنج اب ناد اتش. اللاكتيت فيرمنتيشن يساعد هيلبس تو درايف جلايكوليسيس، يساعد على حدوث الجلايكوليسيس عن طريق استخدام الناد اتش. ريفرسبل عكسي، يعني ايه عكسي؟ يعني ده اللي السهم ده شايفين رايح جاي، مش راس واحده، انه عكسي، ان اللاكتات يتحول بيروفيت وبيروفيت يحول لاكتات رايح جاي، فهو ريفرسبل عكسي. البيروفيت كان ريجينيريتد، يعاد تكوينه ماشي. ان alternative metabolism يعني في التمثيل الغذائي الالترناتيف البديل. امبورتنس ان ريد بلاد سيلز زي ما قلنا مهم، كريات الدم الحمراء والريتنا الشبكية العين وكل ده اللاكتيت فيرمنتيشن. اللاكتيت قلنا مهم في العضلات ومهم في كرية الدم الحمراء، والريتنا في العين ومهم في العضلات سكيليتال ماسلز. اوكي عندك ايه كمان؟ important in plants مهم في النباتات والميكروبس الميكروبات اللي بتنمو البكتيريا والفطريات. in absence of oxygen في غياب الاكسجين بيعملوا ايه؟ لا هوائي الانيروبيك. ذا لاكتيت بروديوس ديورينج انيروبيك جلايكوليسيس ديفيوزس، بيحصل له انتشار فروم تيشو، بيطلع من الانسجه وينتقل للايه الخلايا الغير هوائيه زي عضلات القلب، فهو مفيد في القلب وفي الليفر الكبد. اللاكتيت يحصل له بعد كده بعد ما يطلع ويتكون بيحصل له فيرمنتيشن سوري اوكسيديشن اكسده الى البيوريفيت. يعني ايه اكسدة للبيوريفيت؟ يعني يرجع كده تاني. الاكسدة هتشيل الهيدروجينة دي وترجعه كده ماشي. انا قلتلكوا قبل كده الاكسدة معناها لها معنيين، يعني اما اضافة اكسجين او نزع هيدروجين، فهو اللاكتيت ينزع الهيدروجين يتحول الى بيوريفيت فيحصل له اكسيديشن. اكتبي عليها كده اكسيديشن، ده اختصار كلمة اكسيديشن، فيحصل له اكسيديشن تو بيوريفيت ان ذيس سيلز. عن طريق ايه الاكسده بتحصل؟ عن طريق ال LDH والبيوريفيت بيحصل له اكسده تاني ويدخل في الايه في الاسيد في التراي كربوكسيليك اسيد سايكل اللي هي الستريكس سايكل، مهمه جدا هناخدها بالتفصيل بقى. يبقى لو انت عندك لاكتات جاهز يحصل له اكسده عن طريق ال LDH بيساعد اللي هو اللاكتات دي هيدروجينيز ماشي، ده اختصار يحصل له اكسده رايح جاي ويطلع لي بيوريفيت. يعني انت ما كانش عندك بيوريفيت تجيبيه من اللاكتيت يطلع لك بيوريفيت، بيوريفيت يحصل له ايه؟ يدخل في السيتريك اسيد سايكل وايه وينتج طاقه ويعمل عمليات حيويه كتير مهمه هناخدها بالتفصيل في السيتريك. فان شاء الله كده احنا خلصنا الحته ديت، اتمنى لكم كل توفيق ولا تنسوني من دعواتكم.